أهلا بكم متابعينا في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. تعزيز قوة عمل الذاكرة أمر أصبح ما بيهمش بس المتقدمين في السن، ولكن أصبح بيهم الشباب كمان خلال السنوات الأخيرة. دايما بنسمع عن أدوية بتكون مختصة بتعزيز الذاكرة وقوتها، ولكن أكيد لو هناك سلوكيات يومية ممكن الفرد يتبعها وتقوم بنفس الوظيفة هتكون أفضل بكتير. توصل العلماء إلى العديد من الطرق والعلاجات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة بأنواعها، إلا إن أغربها وأكثرها إثارة للدهشة ورد في مقال أعده دكتور جيريمي دين الحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس، واللي استعرض خلاله ملخص لنتائج 10 دراسات في مجال علم النفس حول سبل دعم الذاكرة وكمان تقويتها. خلونا نتكلم مع حضراتكم عن هذه السبل. السبيل الأول هو الرسم. توصلت الأبحاث إلى أن رسم صور للكلمات والأشياء بيساعد في بناء ذكريات أقوى وأكثر موثوقية، وكشفت نتائج إحدى دراسات أن جودة الرسومات نفسها مش مهمة، يعني مش مهم أن أنت بتعرف ترسم ولا ما بتعرفش، المهم أن أنت ترسم. إغماض العينين كان السبيل الثاني. وجدت الدراسة أن إغلاق العينين يمكن أن يساعد في تحريك الذاكرة، وعلى سبيل المثال بيقولوا أن في شاهد عيان قدر ان هو يتذكر ما حدث في احد جرائم القتل باستخدام هذه التقنية عن طريق اغماض عينه، قدر ان هو يتذكر ضعف عدد الذكريات اللي ما كانش قادر يتذكرها لما كان فاتح عينه. الوسيلة الثانية او الثالثة هي تخيل كيفية الارتباط. توصلت دراسة نفسية الى ان تخيل كيفية ارتباط الاشياء بنفسك بيساعد على تعزيز الاسترجاع، واختبرت كمان الدراسة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الذاكرة وكمان اللي مش بيعانوا، واتضح إنها بتفيد الاتنين. يعني أنت تربط الأشياء اللي أنت عاوز تتذكرها بحاجات مرتبطة بيك بشكل مباشر عشان تقدر تتذكرها بسهولة. أيضا من بين الوسائل الأخرى هي حاجة سموها في الدراسة بروفا لمدة 40 ثانية. توصلت الدراسة إلى أن التمرين على الذكرى لمدة 40 ثانية فقط يمكن أن يكون مفتاح الاستدعاء الدائم. وتوصل علماء النفس إلى أنه عند التمرين على ذكرى ما بيتم تنشيط نفس المنطقة من الدماغ، وهي أعلى وجه التحديد، المنطقة الحزامية الخلفية اللي بتتضرر لدى مرضى الزهايمر. في عمليات مسح الدماغ أنه كلما كان النشاط متطابق عند المشاهدة والتمرين زاد عدد الأشخاص اللي يمكن أن هم يتذكروا الأشياء اللي هم عاوزين يتذكروها. الوسيلة الخامسة هي من إحدى الوسائل طبعا اللي تم ذكرها في المقال، وهي غريبة جدا الحقيقة، بتقول إن أنت تجري حافي. توصلت دراسة إلى إن الجري حافي القدمين بيحسن من الذاكرة أكثر من الجري مرتدي الأحذية، وبتأتي الفوائد من المتطلبات الإضافية المفروضة على الدماغ أثناء الجري حافي القدمين. على سبيل المثال إن أنت يجب على من يقوم بالجري حافي القدمين إنه يتجنب الحصى أو أي شيء آخر ممكن هو يضر برجليه. واختبرت الدراسة الذاكرة العاملة اللي بيستخدمها الدماغ عشان يستدعوا المعلومات وكمان تعالجها علشان توصلها، واتضح بالفعل ان هذه الوسيلة فعالة. من بين الوسائل الاخرى هي الكتابة بخط الايد. توصلت الابحاث ايضا الى ان الكتابة بالايد بتقوي الذاكرة مقارنة بالكتابة على لوحة مفاتيح حقيقية او افتراضية، تساعد ردود الفعل الحركية من عملية الكتابة الى جانب حاسة لمس الورق والقلم على التعلم، وبيتم تنشيط مناطق الدماغ الحيوية بقوة أكبر من خلال هذا النشاط البدني. وسيلة أخرى من الوسائل اللي بتساعد على تقوية الذاكرة، ويمكن يعني هيكون عدد كبير من المهتمين برياضة رفع الأثقال هتعجبهم هذه الوسيلة، ولأنها مرتبطة بشكل أو بآخر برفع الأثقال. كشفت نتائج إحدى الدراسات أن تمرين واحد باستخدام الأثقال يمكن أن يعزز الذاكرة طويلة المدى على الفور بنحو 20%، في حين أنه كان من الثابت علميا أن التمارين الهوائية ممكن أنها تعزز الذاكرة، إلا أن الدراسة اللي أعدت مؤخرا واللي بتعتبر الأولى من نوعها واللي بتبحث في أثار قدر قصير نسبيا من تمارين المقاومة، رجح الباحثون أن السبب بيرجع إلى أن التمارين باستخدام الأوزان بيمثل حالة من الصعوبة بتظل بعدها الذكريات خاصة العاطفية منها أكثر ثباتا. يعني وانت بتتمرن وفي ذكريات معينة مرتبطة بيك، التمارين ديت بتكون قاسية عليك وانت بتتمرن، فبالتالي هذه القسوة الجسم بيقدر يربطها أو الألم اللي الجسم بيقدر يتعرض له خلال رفع الأثقال بيساعدك على أن انت تتذكر الذكريات الخاصة بيك، وخاصة الذكريات العاطفية.
دي كل التفاصيل والمعلومات عن أبرز الوسائل اللي بتساعد على تقوية الذاكرة وتنشيطها واللي تم ذكرها في أحد المقالات العلمية. وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية، واشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السبعة.